هيدي سببها وما في تفاهم متبادل، فأنا بتصور هيدي كتير لفتة حلوة. في الختام أقيم حفل فني للمناسبة تخلله غناء أوبرالي للفنانة إلينا فالوشونا، كما قدم ترقصات متنوعة على أنغام الموسيقى الروسية والهندية.
أصدقائي المستمعين، نصل إلى آخر فقرات حلقتنا مع كلمات أغنية، ونشكر كل من انضم إلى صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ونكمل اليوم مع ثلاثية فنان الاتحاد السوفيتي يوري أنتونوف في أغنيته الثانية 20 سنة خلت، التي لحنها أنتونوف وكتب كلماتها ليونيد فاديف. تقول كلمات الأغنية: أرجوك أن تتعلم النسيان، أن تنسي كل المآسي، لعلك تفهميني بعدها. كل ما سأقوله لا يمكنك أن تفهميه، تنظرين فقط إلى ذلك الذنب. أنا أعرف أنني أحتاجك، أحتاجك أنت فقط. يومنا هذا سنذكره غير مرة، وأنا انتظرته طويلا وأشعر براحة كبيرة وأنا بقربك، وآسف أن الوقت قصير. أرجوك أن تبقي معي وأن تفهميني، فأنا أعرف أني أحتاجك، أحتاجك أنت فقط. حبذا لو تعود السنين كما كنا معا ل20 سنة خلت. لم أحلم بالسعادة يوما ولم أعرف طعمها، فحتى كل العالم قد لا يسعنا معا، وأنا شاكر للقدر الذي جمعنا يوما ومنحنا الحب. أنا أعرف أنني أحتاجك، أحتاجك أنت فقط. حبذا لو تعود السنين كما كنا معا ل20 سنة خلت. والآن فلنستمع معا إلى يوري أنتونوف في أغنية دفاست ليتس بوستيا. Прошу тебя, сумей забыть все тревоги дня. Пусть они уйдут, и, может быть, ты поймешь меня. Все, что я скажу, не знаешь ты, только ты тому вина. Понял я, что мне нужна, нужна одна лишь ты. Лишь ты одна. Этот день нам вспомнится не раз, я его так ждал. Как мне хорошо с тобой сейчас, жаль, что вечер мал. Я прошу тебя, побудь со мной, ты понять меня должна. Знаешь ты, что мне нужна, нужна одна лишь ты одна. Хочу, чтоб годам вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Мечтал о счастье я такой, я о нем не знал. Даже целый век вдвоем с тобой мне, наверное, мал. Благодарен я судьбе своей за любовь, что нам дана. Знаю, будешь мне нужна, всегда одна лишь ты. Лишь ты одна. Хочу, чтоб годам вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Thank you.
وصلت حلقتنا إلى نهايتها. يرحب حديث روسيا بملاحظاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني hadithru@gmail.com. إلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع المقبل وأكثر. Домой хочу, я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму.